تعرف شو حبيبي لؤي؟ اتركك من كل شي هلا؟ أنا كتير فرحانة لأنه زينب معنا. لسه رح تفرحي أكتر. ما تقلقي يا روحي، اللقاء رح يمروا على خير. في ألطف من هالكائن الحي على وش الأرض؟ شو حلوة. نسيت لك على هاي ستايل الدودة، أنا اللي علمتها، أنا علمتها تدود. حياتي ليكي ما تقلقي لو سمحتي، أنا جنبك، مع بعض رح نتخطى الصعاب. رجال اللي هون، أنا رح فوت لجوا جيب شي اشربه. جيب لك شي معي تشربيه كمان؟ لا لا لؤي ما بدي شي، بس ارجعها بسرعة لو سمحت، لا تتركني لحالي. رجاء يا روح قلبي ما تخافي اليوم نهائيا لو سمحتي. ارتعبي إذا بدك. ساعدوني. شو ساعدوني؟ ساعدوني. زينب ساعدوني. لؤي مسكتك. ضحكت عليكي، ضحكت عليكي. ضحكتي علي؟ حبيبة قلبي اشربي هاد، فيه فيتامينات. شكرا كتير بابا. غصون؟ نزلتي تسبحي؟ والله ما بعرف شلون نزلت لؤي، متت من خوفي عليها، قمت نطيت وراها بلا وعي. بابا كنت عم بمزح مع خالته وعملت حالي عم بغرق، لو تشوفها قديش خافت، ركضت ونطت بالمسبح. ما قلت لك ما تمزحي بهيك امور حبيبتي، هيك امور ما بيمزح فيها لانه خطره، ما عاد تعيدي هالشي مره تانية. خلص ما عاد عيدها. تمام تمام. حياتي رغم الفوبيا تبعك وخوفك الشديد، نطيتي وراها وأنقذتيها واعتبرتيها بنتك. فظيعة هالحالة، بروفايل الأم الحامية لضناها تماما. أنا تأثرت، معناها اعتبريني مثل ابنك، أنا بنط بالمي وأنقذيني. لا لو أي دخيلك. بلاها بلاها. امسكي شربي، أنت بطلة اليوم. شكرا لك. بتعرفي ما بدي اياك تكوني عصبتي لاني ما وافقت تتزوج وتجيب اولاد خالته غصون. ما فهمت عليك حبيبتي. مو وافقت على علاقتكم ضمن هالشروط والحدود، ليش ما حكى لك بابا؟ بلا حكالي. معقوله ما يحكي لي؟ طبعا حكالي. برايي نحن الثلاثه لازم نقضي وقت اكثر مع بعض، شو رايك نطلع الاسبوع الجاي مشوار؟ منروح زينب، انت يلي بدك اياه بصير حياتي. يا حبيبة ابوكي. اوب. تتذكروا هالمزحات كنا نمزحها بالستينات؟ ايه
اوبا. ايه صبايا، شو كنتوا عم تحكوا بينات بعضكم من وراي؟ اعترفوا بسرعة. عم نقول نروح الأسبوع الجاي نركب خيول بابا. نركب خيول؟ حلو، فكرة واردة. بوني ميدلي هي وبنتسلق. أنا كتير فرحانة بابا، أنا رح أنزل أسبح معناها. تمام بنتي، سبحت التمساح. أوه. أنت ليش مو جايب لي سيرة الشروط؟ سيرة الشروط؟ شو عم تحكي؟ شكلي هلأ انفضحت. فهمت، انتي عم تحكي عن هداك الموضوع. يا حياتي اسمعي لقلك، لساتها صغنونة ما رح تستوعب وبدها تقاوم طبيعي، يعني صعب عليها تتعود على هيك فكرة. برأيي شوي شوي منطرح لها الأفكار وإلا ما تتأقلم. هو لازم نطرحها. ليش حاطة براسك هالأشياء؟ عم تحطي عقلك بعقل طفلة. حلوة بحقك، انسي غصون وكأن شيئا لم يكن. ايه يا الله، ايه بنسى انها طفلة. مزبوط يلي عم تقوله. ليك انا شكلي ما تحطيت الصدمة لهلأ. يا الله يا زينب، يا الله منك بتحب المزح. دمها خفيف مثلي. وانا عودت على المزح. اتركينا من هذا الحديث هلأ وقلي لي شو أعمل بجاذبيتك الأخازة. حورية بحر قاعدة قدامي. أنت أم بكل معنى الكلمة، بس أم شرسة. واو. قربي إليك وشوشة. بابا. لا 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 بكير بكير، مو وقتها هلا. لا انصرفي انصرفي، روحي روحي بلا سخافه. بس بقى شو هالقرف، يلا روحي. يا كش بدني، ما بدي شو هاد. لؤي لؤي، انا ما ناقصني ما ناقصني مهزله. لؤي في ان شاء الله بينكسر انفك. لؤي. صباح الخير حبيبي. اهدى. شو صاير معك؟ ولي شو هالكابوس؟ منيح انك جنبي حبيبتي. ايه جنبك انا. راسي رح ينفجر ولي. كان كابوس فظيع يا بيبي، وبيموت من الخوف، ومو بس هيك كان سخيف كمان. خير ان شاء الله، احكي لي. ايه اكيد خير. بالحقيقة انا لازم اقوم افتح المي واحكي الكابوس، لانه بيقولوا اذا حكيت الكابوس على المي وهي ماشية ساعتها الكابوس ما بيتحقق. لو اي احكي لي. طيب رح احكي لك. شفت انه كنا سهرانين بنفس المكان تبع امبارح، وكانوا موجودين نفس شلتنا، وعثمان اخذ هالجيتار وبلش يترقص ويتمايع، ومو بس هيك عرض على لميس انها تطلع معه. شو هالسلبة؟ شو نحن بالتسعينات؟ مو معقول، شو دقة قديمة، شو هالسخافة؟ وانا الحيوان بنت تر مثل البهيم، وبقلك انا بدي اتزوجك يا غصون، وانت بتوافقي فورا. مثل الهبلة. وانا حذري شو بعمل، بقوم مثل الفقير الرومانسي المتيم وقالب لفلك خاتم من ورقات الشوكولا ما بعرف من انو زبالة جبتون، ولبستك يا وبتقلي لي احلى خاتم شفته بحياتي. كنتي مسخرة بالكابوس، مو طبيعي منيح اللي فيقتيني. انا بحياتي ما قمت من نوم وانا مرعوب هيك. شبك ليش هيك مبحلقة فيني وعيونك جاحظين؟ حياتي عيونك بزين هيك بشكل طبيعي ولا ملتهبين؟ شو هاد؟ شو هاد ورجيني؟ خاتم من ورق الشوكولا؟ أنا أوعك استني، لسه ما خلص الكابوس. ما الله يلعن شكلك لؤي. ايه بيبي ثاني وقفي شوي خليني اشرح لك. لك استني، يمكن انا تقلب المشروب وما عرفت شو حكيت. بيبي 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 بيبي، ممكن توقفي لحظه وتسمعيني؟ استني، الزواج مني طلع كابوس لؤي؟ ماشي. لا لا غصون، معقول الزواج منك كابوس؟ بس انا كنت شربان امبارح واللاواعي تبعي فات على لا ارادي. اسكت لؤي، بالله تسكت. ليك اسمعيني منيح بيبي، الكحول هو عراب كل الاخطاء. ليك الحالة اللي أنا فيها هلأ، أنا من شوي لصحصحت وما عاد فيني كحول وراح وجع راسي. يلا خلينا نروح سوا. امشي.
أنا بروح لحالي سيد كابوس. أنا السيد كابوس؟ اتهام سخيف كتير. مع كل اللي صار بس ما في داعي للتجريح بيبي. هاي خلصوا إيديكي. أنت جديدة هون؟ أهلين يا خانو. مو معقول برا شوشو؟ مدي إيديك لو سمحتي. أوبا! هديا، مين طلع الحلو اللي ورا الستار؟ أكيد غصون. مرحبا يا أمورة. مرحبا دكتور لؤي. أستاذ؟ أي شبك يا عمالك؟ الأنسة الممرضة مبلشة جديد هون، بلا ما توجعك حياتي. لا تقلق لؤي، هي بتعرف شغلة. والله؟ خلصنا فيك تاني. عزبتك معي، شكرا يا روحي. العفو يا خانم، هذا واجبي. تمام. بلا ما تقومي فورا غصون، انا بنصحك تضلي قاعده، اذا قمتي بسرعه رح يفتر راسك وانا ما بتحمل هالشوفه. بتصور انه حضرتك لازم تطبق هالنصيحه دكتور لؤي. يلا خلصيني. وجعتيني. سلامتك. غصون خانم؟ ايه روحي. طلعت نتيجه التحاليل، فيكي تاخديها. ها تمام، بتشكرك. أهلا وسهلا. لا مسح. أنا حامل. حامل؟ شو بدي أعمل هلا؟ يلا لميس ردي على تليفونك بقى. أسيل بتحلى. ألو. نعم غصون. وينك حبيبتي؟ أنا ومراد بمشوار. شو رح تعملوا؟ لازم شوفك. بدي حاكيك بموضوع ضروري. رح ناكل وبعدين رايحين على المطعم. شوفك هنيك إذا بدك. تمام. شوفك بلقابية معناها بشوفك. تمام يا روحي. بوسة. غصون كأنها متضايقة من شي. خلص منلغي الغداء، مو مشكلة. لا مراد، لبين ما ناكل بتكون غصون وصلت، معنا وقت. خلص محلولة. أسيل بتنصحني. وهي طيبة كتير، في حبة قهوة جواتها. القهوة تبعنا جايبينها من الصين. والشاي من وين جايبينه؟ لا، القهوة تبعنا من اليمن والشاي تبعنا من الصين. والله تلخبط عقلي، القهوة من وين؟ مرحبا غصون خانو. أسيل لسه ما رجعت، ما هيك؟ لا، أسيل تركت عنا الشغل يا أنسة غصون. بعرف بعرف، حكيت على التليفون وقالت جاية على جابيا. ما علينا، بتجي بعد. لو سمحتي، معناتها لبين ما هي تجي خليني استضيفك ودوقت شي شغلة عندي. تفضلي لو سمحتي. رح أقعد على البار. طبعا طبعا، مثل ما بتحبي. شو بتضيفك أنسة غصون؟ شربني بس مي. مي؟ ايه يا ريت. دوقي هالمية. شكرا كتير غصون خانم. حاسك مو على بعضك، في مجال تحكي لي حتى اقدر ساعدك؟ حضرتك منيحه، كل شيء رواق يعني؟ ما بعرف. لا شلون ما بتعرفي، لازم تحكي. مبين عليكي رح تطقي من قهرك وتنجلطي باي لحظه. احكي. بلشت خدودك تنتفخ، مشان هيك احكي ونفسي عن حالك احسن ما تفقعي بعدين. بابلو رح افقع. ليش علقتي؟ حامي. شلون هيك بتفاجئيني بهالموضوع؟ كان المفروض تمهدي لي. استعجلت مو؟ ايه استعجلت كتير. طيب الدكتور عنده خبر؟ الدكتور لؤي اكيد عنده خبر، ما هيك؟ يعني طبعا دكتور حضرتك اكيد عنده خبر، وهو يلي خبرك بالخبر السعيد الجميل، مو هيك؟ الا اذا خبرتي مثل ما خبرتيني وجلطتي. ما تجيب لي سيرته للؤي، كتير معصب. ليش معصبه منه يا ترى؟ ليكون ما تقدم لك للزواج لسه؟ تقدم مو هون القصه. مو متذكر ابنه؟ يا غصون ما في شيء اسمه مو متذكر، أكيد هو عامل حاله مو متذكر. وليش عم يعمل هيك؟ ليش؟ لأنه الدكتور أكيد موت حاله من الندم بعد ما تقدم لك للزواج، وهذا رأيي الشخصي. ها حس حاله تورط بقصة ما له فيها، ومشان هيك عمل حاله أجدب. بس أنت لا تضايقي حالك، ما في رجال بيستاهل.
كلهم هيك على فكرة، ما بيقولوا لك يا مأمنة بالرجال ويا ما تحت السواهي دواهي. مظبوط. يعني غصون صار عنا أم عزابية حلوة هلأ. أم عزابية؟ هشبك؟ غصون ليش عم تبكي؟ ما منيح مشان البيبي. أم عزابية أنا ما حكيت هيك مشان بكيك. شبك شوفي عم يرفسك البيبي. ما تعبت لي. طبعا النفاس شغلة صعبة كتير عند المرأة. شو؟ النفاس؟ حليب مغذي. بتشكرك. العفو. حضرتك صرتي أحسن ما هيك غصون خانم؟ والله الحكي معك ريحني. إذا نحن ما خدمناك مين بدنا نخدم لك؟ أجينا. شو أخبارك مرا؟ ها غصون، شوفك يا روحي. غصون حبيبتي. أهلا يا روحي. شوفي كانت عم تبكي وراضيتها. شبكي متخانقة مع لؤي؟ مو هيك، منروح على البيت منحكي. يلا غصون امشي لكان. بس خبرت لميس وهي كمان جاية لها. منتصل فيها وبتلحقنا مو مشكلة. تمام حبيبتي رح جيب غراض. تمام بيسلموا. بابلو بشوفك. مع السلامة معلم. شوفك مرا. مع السلامة. شوفك. باي. يلا غصون خانم موجودة؟ طلعت لؤي بيك. قلتي لي طلعت. لوين طلعت؟ سمعتها عم تقول إنها رايحة على مكان اسمه لجابيا. لجابيا. Thank you. شو غصون؟ عم تفكري تحكي لنا ولا بدك يانا أنا ولميس ننفلق ونموت؟ غصون شبكي احكي، قطعت مشواري وإجيت لعندك لهون. يلا شوفي. يلا احكي لنا خلصينا نشغل بالنا. حامل عزيز. انتي حامل يا روحي. عم قول ليش حلياني هالدرسانة؟ مبين عليك مبين من الحلاوة. مبروك. قولك دخيل الحوامل يا عبري. حبيبة قلبي شوفي شو حلياني. تمام يا جماعة شكرا بس اهدوا شوي. استنوا دقيقة استنوا دقيقة. اسيل شبك. يلا نحضر بعض. يلا نخلصوا. رح أصير كمان. بتعرفوا عيوني دمعوا. أرجيني. إيه والله دمعوا. أنتي كمان دمعوا. أنا كمان دمعوا. انسي بعدين منبكي خلينا ننبسط. استني دقيقة عندي سؤال. لؤي بيعرف بالموضوع؟ ما قلت له لسه. يا علينا. ماما غصون إمتى بدك تقولي لأبو البيبي؟ صبايا أنا كل شي بعرفه هلأ إني حامل. لا بعرف كيف بدي أقول له ولا بعرف شو بدي أقول له. يعني هيك حاسة حالي مضغوطة وبحاجة مساعدة. قلت بحكي معكم وأنتوا بتنصحوني. تمام حبيبتي أنتي اهدي اهدي وريحي بالك. فكري وقرري وخدي وقتك. نحن جنبك بالقرار اللي بريحك مو هيك أسي؟ دائما. تمام قرارك أنتي. تمام. بس غصون والله حلياني كتير وفي بيبي. ما شاء الله ما شاء الله عنك يا حبيبي. رح ندير بالنا عليكم انتو اتنين. عم تضوي ضوي غصون بتطيري العقل. ايه قهوتنا جايبينا من اليمن. بس الدوق رح تعلق وبس علقت ما عاد تطلع. شو عم تشتغل بحارة؟ لا بس عم سوق للقهوة. هالشعارات قديمة كتير كأنه. بالمناسبة بكرة لك مفاجأة عندي. شو هي المفاجأة؟ انه تبدو ردود افعال مع بعضكم هاي الشغلة كتير مخوفتني. انا هاي القصة ما بحسها غير للبنات. فهمتوا علي؟ تمام. معناتها شيف عثمان انا رح بلش اول بالكلام. اوكي. شو هي المفاجأة؟ ايه مراد شو هي المفاجأة؟ مثلا هيك صار الحكي احسن. اخي المفاجأة ما بتنقال. بدكم تستنوا. بدكم تستنوا. ايه طبعا. ما بتنقال. شباب منيح اللي لقيتكم. انتوا بتفهموا بهالقصص وانت بتفهم بالذات. فيك تساعدني؟ ممكن ساعدك لو اي اذا قلت لي شبك. غصون هون شي؟ كانت هون وطلعت مع اسيل بس شكلها متضايقة. ايه بعرف هالشي. بسبب عرض الزواج تبع مبارح الامور خربت وخاتم ورق الشوكولا. لا لا تقولها. كنتوا مبسوطين شو صار؟ انا كنت عارفان انه رح تكبر براسك هنيك لانك شربت كتير. يعني انت ما قدرت هيك تهدي لك شوي؟ لا تذكرني يا مراد. الكحول هو عراب كل الاخطاء. ايه بعرف مزبوط. والانكا الدوبرمان الصافن هاد. انا شو إلي علاقة؟ مفكر مالك علاقة؟ انت سممت اللاوعي تبعي. هلكتني زواج زواج. امتى ما اجيت لهون بيضل بيوز بإذني زواج زواج زواج. مين انت ولك؟ ان شاء الله تكون اديت رسالتك على اكمل وجه يا سيد دوبرمان لانه عرضت الزواج عليها.
طيب وقبلك؟ شي طبيعي إنها تقبل. مفكرة إنها رح ترفض زلمة مثلي؟ موضوع الكاريزما حكينا فيه أنا وإنت، بتتذكر ولا لا؟ هاي اللي ما شفتها. إيه، لأنه إنت أعمى نظر وأعمى قلب، إنت أصلاً برمان مستواك متدني حشرة. هلا بعيداً عن الهضامة والأدوار المسرحية اللي بتساويها، خلينا نقول إنك بلشت بطريق الزواج وهذا شي ممتاز. والأحلى إنه في بيبي. مين في؟ إنت شو عم تحكي؟ بابلو، إنت شو عم تحكي؟ شو قلت بابلو؟ بيبي؟ ما فهمنا. ما كان عندكم خبر؟ ما كان عنا خبر بشو لك؟ طيب رح أحكي لك. القصة هي دكتور لؤي، دكتور لؤي البشارة، جايك بوبو غصون خانم حامل. حامل؟ ايه حامل. غصون بوبو حامل؟ حامل. لؤي انت منيح؟ رحت شوي واجيت. اهلا وسهلا، شو بتحب تشرب؟ سحلب. طيب اسمعني منيح يا برمان، اذا كنت عم تمزح فهذا المزح سخيف كتير، وانا اعصابي مشدوده ممكن اخنقك باي لحظه، فهمت ولا لا؟ لا طبعا ما عم امزح. غصون خانم حكت لي بذات نفسها. غصون اجت بنفسها وحكت لحشره مثلك؟ يعني اخي هاي خبريه حلوه وانا فرحت لك من كل قلبي. وانا كمان ان شاء الله بيربى بيعز ابوه وامه. انت منيح لؤي؟ لا ماني منيح مراد، هلا عرفت انه رح يصير عندي بيبي من برمان وندل. يعني مبين انه غصون كانت بدها تعمل لك اياها مفاجاه، بس هالاجدب اللي عندي حكى لك بالغلط. شباب انا لازم روح على البيت، حاسس بشعور غريب، على الاغلب توبه هلع. قال توبه هلع، هي نوبه هلع. اسمها نوبه هلع. مين انت لتصلح شو عم اقول؟ انا بعرف منيح شو عم بحكي، من التوتر طلعت التوبه. خلص شبنا شو حكينا. شباب انا رايح على البيت، اكيد في حدا منكم عنده شهامه لحتى يوصل لي. اصلا انت ما بصير تروح لحالك، ما ببعتك، هلا بخلي بابلو ياخدك. لا دقيقه، البرمان ما بيوصلني، بيجلطني. انا ما فيني وصلك، انا بضلني هون وبعمل اللي بيعمله ورا البار، بس انا ما فيني اعمل اللي بيعمله برات البار. مزبوط عندك حق، في فرق واضح بالمستويات، هذا واحد منحط. اما اوكي رح يوصلني، بس اذا زعجني انا رح اخنقه. حاجة قرقر، يلا امشي على البيت. احذرني، انا متوحش وممكن اخنقك باي لحظه. دكتور مشينا. تفضل يا سافل. ليك دكتور الحياة حلوة بالولاد، ما بصير تكون سلبي هيك. أنا مو سلبي، أنا إيجابي، بس أنت أحوال. متأكدة إنه هذا اللي بدك إياه؟ إيه صبايا متأكدة. بس هيك رح يضل بالنا عندك. ليك اسمعيني غصون، إذا تضايقتي أو لزمك شي بتنادي لي دغري. تمام، أنتوا لا تخافوا علي. يا روحي. حبيبتي أنا رح روح شوي، بس أول ما تبعتي وراي بجيكي فورا. أنت كمان تعي لعندي. بدك تنتبهي على حالك. حاضر، ناديني إذا بدك. يلا بشوفك يا روحي، كتير بحبكم، باي. لميس ما عم صدق رح نصير خالات أنا وياكي. إيه عن جد. تعرفي شغلة لك أسيل؟ أنا بعشق شعرك الطويل، بالحقيقة أنا كمان بحبه طويل، بس دائماً مقصف وبضطر إني قصه. هيك كانوا شعراتي، بس بعدين اكتشفت شي جديد. مو هلأ بقول لك السر بعدين. إيه موافقة. أنا رايحة على بيت مراد، بحبك يا روحي. تمام، شوفك حبيبتي. كلب عمين بح سمعته؟ ايه قال هاو هاو. يعني ذكي كتير، لكن شو يقول؟ مزبوط. منشغل تلفزيون او شي راديو دكتور، منغير جو. ما حضرتك موجود دوبرمان؟ انا تلفزيون؟ لا اكيد، انت كائن حي وانا بحاجة واحد مثلك. ليك شو دوبرمان، انا زلمة معتر كتير ومنحوس، حظي سيء جدا، انا انمسح فيني الارض يا دوبرمان وروح رجعة. برايك انا شو عملت بحياتي لحتى يصير هيك معي؟ يعني ممكن تكون عامل عمايل بشبابك لانه شايف عندك هالقابليه وخرج انك تنحرف برياحك. عندي هيك قابليه مو هيك؟ ايه القابليه اللي دمرتني، المفروض تكون وعيان اكثر من هيك، هذا المفروض. اهدى شوي، لا رحت فيها ولا شيء، انت هون يعني بالنهايه رح يجيك بيبي حلو كتير، لتكون ما بتحب الاولاد دكتور. لا بالعكس بحبهم كتير،
حتى أنا عندي بنت صغيرة هيك زغنطوطة. شو الموضوع؟ مصيبة زينب، كيف بدي برر لها؟ شو اسمه قول؟ فيك تقول جايك أخ مثلا؟ هاي بالذات مستحيل أولى، مو منيحة أبدا يا دوبرمان. كان عنده شرطين اثنين، ركز معي اثنين ها. الأول يمنع الزواج، والثاني جريمة إنجاب الأخ. وحلها إذا فيك تحلها. بس حضرتك عملت الاثنين كمان. بهنيك على ذكائك. أنت بورتة كبيرة، يلا أنا رح أمشي، سلام. استنى، ما تروح، نام عندي. مثل ما قلت لك، أنا بحاجة كائن حي لحتى أحكي معه. أنا لازم أرجع على شغلي، ما فيني ضل. استنى، لك عندي عرض يا بارمان. شو رأيك أعطيك بخشيش محترم؟ والله عن جد؟ أنا ما شفت أوقح منك دكتور. مفكر إنه رح تقدر تشتري صداقتي بمصاريك يا عيب الشوم. صداقة شو لك؟ من وين جبت هالحكي؟ ما في هيك شيء ابدا. بزنس از بزنس، وجودك معي هو شغل، بالنهايه انا رح ادفع لك. طيب قديش المبلغ اللي راسته؟ قديش حاطط ببالك ولك؟ 200 300 سمعني؟ شيء 400. توقعت انك رخيص. اسف بارمان، انا ما كان قصدي اكسر بخاطرك بالمره. عادي، المصاريين يعني. البعض بتتخانق. انا يلي بدي اقول لك اياه انه ما معي بيجاما ولا فرشايه اسنان، هي الشغله صعبه. البيجاما محلوله، عندي بيجامات ما فاتوا بيتكم نهائيا. بيجامات حرير، عندي بيجامات ساتان، وفي اشكال والوان، وجداد مو ملبوسين حتى. ورح اعطيك فرشه مصنوعه من شعر الحصان. والله؟ اي طبعا، اذا هيك تسطحت عليها بتغط بنوم عميق وما عادت فيه بعمرك. حلو، هي اول مره بسمع فرشه من شعر الحصان. لا موجوده. عن جد عم تحكي؟ اي طبعا. ليك يا دوبرمان، أمثالك هنن دولة الوحدة، لما الواحد بيكون وحيد بيجيب واحد سافل مثلها. هاي معك. هاي بيسد.